وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة العضو محمد السيسي البوعينين، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. مساء الخير سعادة السيد محمد، وبداية يعني هذه الخطوة الرائدة لا شك تؤكد حرص جلالة الملك المفدى على تعزيز التماسك المجتمعي وتأكيد حقوق الإنسان في أروع معاني. كيف تقرأ هذه المبادرة الملكية السامية وانعكاساتها على أسر المحكومين بعقوبات بديلة يعني والمجتمع بشكل عام؟ بداية أمسي عليك أخي الكريم في استوديو الأخبار، ومسي على الأخوة المشاهدين. أمانة أحب أن أؤكد بأن هذه المبادرة تأتي تحقيقا للرؤية الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المقدة يده الله، والذي أوجد فلسفة في الحكم ستدرس الأجيال من خلال مسيرة طويلة من الإنجاز الراسخ والحكيم، مما جعله سيدي جلالة الملك من الغاد العظام الذي سيسطر تاريخ أسماءهم بحروف من ذهب في مسيرة العدالة والسلام والإنسانية. وبلا شك مثل ما تفضلت أخي الكريم أن مبادرة توفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين من أسر المحكومين من برنامج العقوبة البديلة والعقوبات والتدابير البديلة سيكون له الأثر البالغ في نفوس الأسر المستفيدة، لتكفل حق المحكومين في العيش الكريم لأسرهم من خلال الحصول على المسكن الملائم أثناء تنفيذ العقوبة البديلة. وهو كذلك الأمر الذي سيساهم في إدماج المستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة ضمن النسيج المجتمعي وتدعيم العقوبات الأسرية. كما أن هذه المبادرة الإنسانية تجسد حرص مملكة البحرين في الارتقاء بمنظومة الإصلاح والتأهيل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، والتي جاءت مكملة للبرامج والخطوات الحقوقية الأخرى التي تتبناها مركز الإصلاح والتأهيل تجاه النزلاء من خلال توفير كافة حقوق الإنسانية. تعتبر أيضا هذه المبادرة الملكية السامية إحدى ثمار رؤية سيدي صاحب الجلالة ورؤية القيادة الحكيمة من خلال والتي وضعت كرامة الإنسان وسعادته وأمنه على رأس أولوياتها، ومجعل طبعا اليوم مملكة البحرين آمنة ومستقرة مثل ما استمعنا للأخوة المستفيدين من هذا البرنامج وثنائهم على هذا البرنامج وعلى توفير السكن الملائم لهم. نعم. بعد طبعا سد عقوباتهم. ختاما أخي الكريم، أود نعبر عن بالغ فخري واعتزازي الكبير لهذه المبادرة الملكية السامية، والتي تحمل طابعا إنسانيا ومجتمعيا يهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبة البديلة. وأود أن أثمن جهور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة والعهد رئيس مجلس الوزراء في ابتكار البرامج الوطنية والمبادرات الإنسانية التي تساهم في تعزيز الحقوق والحريات وحفظ كرامة وإنسانية المواطن على أرض مملكة البحرين، وهذا هو فعلا ديدن المملكة في هذا الاتجاه. نعم. اتجاه حقوق الإنسان على وجه التحديد. نعم. سعادة العضو محمد السيسي البوعينين، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، شكرا جزيلا لك.